في ليلة من ألف ليلة وليلة احتفلت اليوتيوبر بيسان إسماعيل بحفل خطوبتها من السوري الوسيم محمود ماهر في جو كله بهجة وسعادة، وخصوصاً أن اليوم ده كان يوافق الاحتفال بعيد ميلادها 21. بيسان ظهرت بإطلالتين مختلفتين، وكمان صحبتها كانوا بيتسابقوا في إطلالاتهم، بس نارين بيوتي قررت تثير الجدل بإطلالتها الجريئة. تعال أقول لكم تفاصيل خطوبة بيسان ومحمود وإطلالة نارين المثيرة للجدل، خليكم معنا. احتفلت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل بحفل خطوبتها من حبيبها الشاب الوسيم محمود ماهر في جو كله سعادة وبهجة بعد 5 شهور من بداية علاقتهم، وده في إحدى أفخم قاعات الحفلات في دبي. ولأن الحفل بيتوافق مع يوم الاحتفال بعيد ميلادها، قررت بيسان عمل حفل خاص بيها هي وصحباتها بس على طريقتها الخاصة. بيسان فكرت في تصميم بيجامات لونها بينك لكل صديقتها، واحتفلوا على طريقتهم الخاصة بالأغاني والرقص، ونشرت فيديو لاحتفالاتها وكتبت فيه Happy Birthday. بعدها بساعات حضرت مع خطيبها محمود لقاعة الاحتفالات، وبدأ الحفل بالأغاني السورية، وحضرت بإطلالتين خلال الحفل. الإطلالة الأولى اختارت لونها المفضل وهو البينك، كان عبارة عن فستان منفوش بديل طويل، أما محمود بقى فظهر ببدلة كلاسيكية لونها رمادي. بعد ساعتين ظهرت بإطلالة جديدة بفستان ضيق وأظهر تفاصيل قوامها. نيجي بقى لصديقات العروسة اللي معظمهم من المشاهير من مقدمي المحتوى على السوشيال ميديا. حضر منهم النجم حسام جنيد ونور ستارز ونارين بيوتي، اللي بمجرد ما دخلت الحفل أثارت الجدل بسبب إطلالتها الجريئة، لأنها ارتدت فستان مكشوف من منطقة البطن وبرضو كان ضيق. بيسان كانت محضرة مفاجأة لخطيبها، وفجأة والحفل شغال غنت لأغنية انت اختيار بتاعة تامر حسني. كمان غنى حسام بعض الأغاني اللي مالت الجو بالبهجة والسعادة. مين بقى هي بيسان إسماعيل؟ بيسان إسماعيل هي شابة سورية جميلة اتولدت سنة 2003 في حلب بسوريا. كانت بتحب من صغرها السوشيال ميديا وعندها ميول تبقى مذيعة أو حتى بلوجر. مع الوقت قدرت بيسان تكون صداقات كبيرة على السوشيال ميديا، وبدأ المتابعين يزيدوا على صفحتها وخصوصا على تيك توك، وكانت بتقدم محتوى مفيد للشباب والفتيات بشكل خاص. كمان المحتوى اللي بتقدمه هو محتوى عليه وصلات من الغنى والتمثيل والمزاح والكوميديا، وحصلت سنة 2022 على الدرع الذهبي من يوتيوب. بعد فترة اتعرفت بيسان على شاب سوري وسيم من نفس عمرها اسمه محمود ماهر، كان بيقدم محتوى هادف على تيك توك، كمان شغال عارض أزياء في بعض دور الأزياء الشبابية. علاقة بيسان ومحمود كانت علاقة صداقة، بس كانت بتزيد كل يوم عن اللي قبله، وفي يوم وهم سوا اعترف لها بحبه ليها من أول نظرة. بيسان ابتسمت وسكتت، وقتها وش محمود جاب ألوان وافتكر إنها رفضته، بس هي طمنته وصرحته بحبها ليه. بعدها عرضت الموضوع على أسرتها اللي طلبوا منها مهلة إنهم يدرسوا أخلاق الشاب، وبعد أسبوع وافقوا على خطوبتهم وحددوا ميعاد لقراية الفاتحة وتلبيس دبل الخطوبة. وظهرت بيسان في الصور وهي واقفة مع خطيبها محمود ماهر وماسكة إيده، وفي إيديها التانية باقة من الورود، وأطلت بفستان باللون الأبيض، واختارت في مكياجها الألوان الترابية مع اعتماد تسريحة الشعر الويفي البسيط، ورفع الثنائي ايديهم للجمهور بعد ما ارتدوا خواتم خطوبتهم، وعلقت بيسان على الصور بوضع خاتم وقلب احمر. بيسان بيتابعها 7 مليون مستخدم على انستغرام، بخلاف بقى باقي المنصات زي تيك توك اللي قربت منه على 5 مليون متابع. بيسان بتعتبر واحدة من اشهر مؤثري سوشيال ميديا في الوطن العربي، هي مقيمة مع اسرتها في المانيا من 2016، ودي كانت بدايتها مع السوشيال ميديا، وحصلت في 2022 على الدرع الذهبي من يوتيوب. محمود هو شاب سوري عمره 20 سنة، بيعمل محمود كعارض أزياء وبيقدم فيديوهات مرح وكوميديا على سوشيال ميديا زي تيك توك يوتيوب انستغرام، وقدر محمود خلال فترة صغيرة انه يكون قاعدة جماهيرية كبيرة. اكتبوا لنا بقى في التعليقات رأيكم ايه في خطوبة بيسان ومحمود ماهر.